مساء أمس الخميس شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالقصباء وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة شهد انطلاق فعاليات مهرجان أضواء الشارقة 2013 والذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي للعام الثالث على التوالي وتستمر فعالياته حتى 15 من فبراير الجاري. في إمارة واحدة وبمدنها المختلفة وبأربعة عشر معلما مختلفا وعلى مدى ثمانية أيام تحتفي الشارقة بمهرجان الأضواء الذي انطلق بطريقة مبهرة يوم أمس الخميس في القصباء بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة. وبينما نؤكد على دور إمارة الشارقة الثقافي فإننا في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة نكمل بأهدافنا وبرامجنا السياحية نهج إمارتنا ونسعى إلى تقديم كل ما يتناسب مع رؤيتها وتوجهاتها ورسمنا الخطط المناسبة من أجل الترويج لإمارتنا محليا ودوليا. وبضغطة زر من صاحب السمو حاكم الشارقة بدأت عروض المهرجان التي كان ينتظرها أعداد غفيرة من الجمهور الذين جاءوا للاستمتاع بعروض الضوء والتي تركز هذا العام على التراث البحري راوية حكاية حضارة الأجداد وحكايات البحر الغنية والممتعة تعرض على واجهات معالم الشارقة المتميزة. هذه العروض شهدها إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام وعدد من كبار المسؤولين. وأتبع العرض تقديم هدية تذكارية إلى صاحب السمو حاكم الشارقة مقدمة من هيئة الإنماء التجاري والسياحي تثمينا وتقديرا لدعم سموه الدائم وتفضله بحضور حفل افتتاح مهرجان أضواء الشارقة. إذن مهرجان أضواء الشارقة وكغيره من المهرجانات السياحية التي دأبت الإمارة على تنظيمها يسعى إلى تعزيز مكانة الإمارة على خارطة سياحة المهرجانات. وبعد أن استقطب المهرجان العام الماضي أكثر من 200 ألف زائر من المنطقة والعالم يتوقع له هذا العام أن يستقطب أعدادا مضاعفة في ظل تزايد المواقع التي تروي جدرانها حكايات البحر وأسراره. لأخبار الدار منى الرئيسي.